كبر الأستاذ علي من طفولته ودخل مرحلة المراهقة والشباب، كيف كانت مرحلتك في بدايتك في ذلك العمر؟ كانت صعبة شوية، لأنه هذا الوالد العظيم الله يرحمه، الله يرحمه، يعني نهبه العمر القصير. آه. الله يرحمه. رحمه الله. يعني كنت صغير، وكنت أكبر أخوتي وأخواتي، أخي وأخواتي، فكان حسيت بالواجب الذي تحمل المسؤولية باكرا. أيوة. فكان الله معي، وكان معي والدة رحمه الله كانت أيضا مناضلة، وتكفلنا بنفوسنا كويس. أنا في تلك الأيام كنت في الإعدادية عندما توفى والدي. اشتغلت في البداية، كنا طلبة في مستشفى الثورة، كانوا يهيئونا نشتغل ويهيئونا نسافر روسيا، كانوا يدرسونا ويشغلونا كممرضين كإسعافات أولية، أيام حرب كانت هذيك الأيام. نعم. لكن الظروف الصعبة ما خلتنيش أستمر، فالتحقت بوظيفة في هيئة الرقابة على عملية النقد بشهادة الإعدادية. الله. كانت الأيام طيبة وجميلة، ولا بد من ذكر الناس الطيبين الذي أخذوا بيدي، الأستاذ محمد أنعام غالب رحمه الله. رحمه الله. الذي أخذني إلى هذا المكان الدكتور علي الوديدي. طبعا هيئة الرقابة على عملية النقد ولجنة النقد هي كانت نواة البنك المركزي. ولهذا تقريبا أنت كنت من أول من اشتغل في البنك المركزي. اشتغلت 7 سنوات لما أخذتني الثقافة والإعلام. الله. ومع ذلك وصلت أيضا دراستك. وصلت دراستي ودرست أخوتي طبعا. جميل. أنا يعني سافرت القاهرة أدرس وقد معي عبير. شيء يفتخر فيه الإنسان. الحمد لله. الحمد لله. يعني كانت هذه مرحلة المراهقة والشباب، طبعا أنا حسيت بها، ولكن ما عشتهاش كما يجب. شعرت بنقص معين فيها. هل كانت فرحتك اصلا واهتمامك بالاشياء مثل فرحتك واهتمامك بالاشياء منذ الصغر، ومن اهمها مثلا لحظات العيد او مواقف العيد؟ لا زال افرح الان. تلبس البدله من اليوم الاول. يعني لا، لابد من يعني اضفاء جو الفرح والمرح، ولو من انت عارف الظروف اللي بنمر بها. صحيح. ما هيش سهله يعني. صحيح. لكن برضو لازم نتجاوز يعني نخلق أجواء بهجة وفرح، خاصة عند الأطفال. أنا معي بنتي رباه الصغيرة. الله يحفظها. أيوة يعني. هذه الخامسة الدلوعة. الخامسة أيوة. وأحفادي معي حفيدة واحدة هنا بنتي. أما الباقيين هم في ألمانيا، معي 3 أولاد في ألمانيا. ما شاء الله. بنتين وولد. الله يعطيك ويعطيهم ألف عافية وصحة وسلامة.